عبر أثير إذاعة بانوراما، وبيعتبر مستمعين فريق الساموراي النسائي لكرة القدم أول فريق قدم نسائي بمكة المكرمة تحت مظلة أكاديمية الساموراي اللي بتدعم وبتهتم بالفرق النسائية. اليوم رح نفهم أكثر عن هذا الفريق ونحكي عنه بشكل مفصل. خليني رحب بضيفنا الموجود معنا على الهواء مباشرة، المدرب الوطني السعودي رئيس أكاديمية الساموراي بمكة المكرمة الأستاذ محمد سالم غلام. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك يا أخت هدى، ويعطيك العافية وشكرا على الاستضافة. شكرا أكيد لوجودك معنا اليوم، ومن خلال حضرتك اليوم رح نفهم أكثر أو نتعرف أكثر نحن ومستمعينا على فريق الساموراي النسائي لكرة القدم. خليني بلش معك من تأسيس هذا الفريق، كيف ومتى بدأ التأسيس؟ طيب بسم الله، أول شيء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا الفكرة هي كانت موجودة يعني من ضمن أهداف سابقة الصراحة، لأن نعم. إحنا عندنا أكاديمية حقت أولاد في الأصل، نعم. فكانت من ضمن الأهداف إنه إحنا بعد فترة كده من الزمن ندخل في موضوع الفريق النسائي هذا، نعم. كأول فريق وأول مبادرة يعني تكون على مستوى مكة، وما قد أي أكاديمية أو أي أحد عملها في مكة المكرمة. طبعا الفكرة كانت بالتعاون يعني مع الأستاذة رؤى دقان الله يعطيها العافية، نعم. في البحث عن مدربة كان في أول شيء، نعم. وبعد كده تم بشكل جدي البحث عن المدربة، وتعاونت معنا الكابتن لما عبد الله، لما أمين عبد الله، وتم تعيين إدارية قبل إنشاء الفريق. يعني كانت هذه أشياء مهمة أن احنا نعملها بعدين نبدأ نبحث عن اللاعبات، نعم. فبعد ما تم التعيين طبعا استقطبنا مجموعة من اللاعبات موجودين في مكة، نعم. كانوا يتمرنوا في الفرق حقت جدة، ولكن احنا الحمد لله حققنا هدفهم بوجودنا في مكة واستمروا معانا، والآن الحمد لله نملك ما يقارب 25 إلى 28 لاعبة، نعم. في الفريق يعني الحمد لله، نعم. هذه كانت يعني باختصار البداية. طبعا نحن التأسيس في عام 21 يعتبر، نعم. في 11-21 يعني احنا دوبنا ما لنا 5 أشهر تقريبا وداخلين على الشهر السادس يعني، نعم. يعتبر فريق لسه جديد يعني، نعم. وقدي البنات اللي عندكم شاطرين بهاللعبة؟ أنا الصراحة في لعبات مميزات، نعم. مميزات يعني، نعم. في لعبات مبتدئين، في لعبات متوسطين، وفي نعم. متمرسين يعتبروا بالنسبة للعبة، نعم. فعندنا مجموعة الصراحة يعني تفوق 6-7 لاعبات، ممكن إلى 10 يعتبروا هم الأميز بين، نعم. اللاعبات اللي عندهم خبرة سابقة بحكم، نعم. إن هم كانوا يتدربوا في فرق في جدة، نعم. ويمارسوا كرة القدم من 3 سنوات مثلا أو 4 سنوات، نعم. وهم طبعا إضافة للاعبات الجدد يعني، لأنه بيتعلموا برضو منهم ومن المدربة وبيستفيدوا من اللاعبات اللي عندهم خبرة طبعا، إيه. يعني هيدي من الأشياء اللي كمان مع الوقت كل ما الواحد تدرب عليها أو لعبها لعبة كرة القدم كل ما صار متمرس أكثر وخبير أكثر. الحلو بالموضوع أستاذ محمد أنه هيدي اللعبة دايما كانت حكر لفترة طويلة على الرجال، قدي هيدي الفترة عم بتقابل مع صبايا، مش فقط يعني اليوم عم نحكي عن المملكة العربية السعودية وبنات مهتمين بهذه الرياضة، قدي عم قابل صبايا خارج المملكة أيضا، يعني مش معقول شو مهتمين باللعبة وبيروحوا بيلعبوها وبالنسبة لهم شغف أنه قد ما يا سلام دوبي بدي أقول لك الكلمة، هي شغف الصراحة، نعم. واهتمام، لأنه هي لعبة من ضمن أي رياضة، رياضة يعني طبعا السباحة. رياضة جميلة جدا طبعا طبعا بس هي كانت سبحان الله كرة القدم يقول لك لا يعني معلش، يعني إيش معنى السباحة للبنات، إيش معنى الباسكت بول، إيش معنى الطائرة، إيش معنى بعض الألعاب،
نعم تكون للبنات هلا مش كرة خلص، القدم، هم طبعا نحن كانوا يقولوا بعصر. كرة القدم للرجال، نعم ولكن هي هواية يعني من طبعا ضمن الهوايات. هلا ايوه نحن ايوه بعصر لا في للبنات ولا في للشباب، صحيح في قدرة صحيح بغض النظر صحيح عن أنت رجل أو أنت امرأة، قديش قدرتك قديش كفاءتك، المكان مفتوح للجميع والفرص موجودة صحيح صحيح للجميع بغض النظر صحيح عن طبعا هذه رؤية المملكة يعني 2030، طبعا يعني صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان، يعني الله يطول في عمره نعم الملك سلمان، يعني هذه رؤية من ضمنها الرياضة، طبعا دعم الرياضة والرياضة النسائية. الآن بشكل كبير احنا بنشوف يعني الدعم ملحوظ على الرياضة النسائية طبعا بشكل كبير طبعا. يعني. ايوه قلت لي انه عندكم بنات متمرسات، فتيات ولاعبات متمرسات بهذا المجال، طبعا قد ايه شاركتوا طبعا ببطولات محلية او عالمية؟ والله شوف احنا يعتبر انا بالنسبة لي رقم جيد في خلال 5 أشهر. نعم الآن نحن عملنا مباراة ودية مع فريق من جدة، طبعا نعم مود جدة او جدة ويف، يعني هذا نعم فريق قديم جدا يعني من 4 5 سنوات. هذه نعم أول مباراة ودية نحن نلعبها بعد تأسيس الفريق، نعم واستضفناهم في مكة، وكانت مباراة جميلة الصراحة واستمتعنا بها، وطبعا فزنا فيها نحن، وهذا كان حافز للاعبات. بعد كده عملنا بطولة تنشيطية، نعم من طبعا الدوري قد خلاص بدأ لما نحن أسسنا الفريق، قد الدوري بدأ النسائي فما نعم نقدر ندخل فيه، وكان البنات يعني أو اللاعبات كان عندهم حزن شوية إن هم ما قدروا يشاركوا، نعم فنحن كإدارة الأكاديمية حاولنا نعمل لهم بطولة تنشيطية على أساس نعوضهم عن الدوري هذا اللي ما دخلوه، نعم وعملنا بطولة من 4 فرق، فريقين كانت من جدة وفريق من المدينة وفريق الساموراي من مكة. نعم طبعا عملناها بطولة في يوم واحد، كانت زي البطولة التنشيطية من العصر كانت إلى الساعة 12 في الليل يعني، والحمد لله لقت يعني لقت صدى كويس يعني من الفرق اللي جات وشاركت، نعم وكانوا مستمتعين الصراحة بالتجمع، يعني الهدف هو كان قد ايه في جمهور ممكن يجي ليحضر مباراة كرة حضروا القدم؟ حضروا في حضروا جماهير نعم حضروا جماهير من المباراة الودية الأولى، كان في جماهير الصراحة يعني ما توقعنا يعني بهذا الشكل والحماس والتشجيع، يعني حتى أنت تعرف اللاعبات يعني لهم أصدقاء طبعا وأمهات وأخوات، يعني أغلبهم كانوا حاضرين متواجدين نعم في البطولة. لا تنسي فرق جدة جو معاها ناس حضروا من المدينة، في ناس جو حضروا من مكة برضو، يعني حضروا جماهير نسائية، طبعا احنا حطيناها نسائية يعني بحتة، يعني ما كان نعم فيها اختلاط طب أو هوني فيها شيء. بالضبط، هوني سؤال كتير مهم، قد ايه المرأة متعصبة حسيتوا انه بهيدي المباراة؟ لانه في الرجال بالنسبة لهم كرة القدم يعني بنعرف دائما المشاكل والتعصب اللي بيصير دائما لكل واحد لفريقه، قد ايه السيدات لا بياخدوا الامور بتروي اكتر في كرة القدم الجمهور؟ والله متعصبين متعصبين والله، وما يبغى يخسر، وهذا شيء والله طبيعي في الإنسان يعني ما يحب نعم الخسارة، نعم ويزعلوا طبعا ويتأثروا، لأنه هي فوز، هي الرياضة كده يعني، بس طبعا لابد الإنسان يكون عنده روح رياضية رياضية ويعرف طبعا أنه مرة خسارة ومرة فوز ومرة تعادل، يعني نعم هذه هي كده الحياة، يعني هذه كرة القدم أو نعم الألعاب الأخرى يعني، طبعا فهم زيهم زي أي يعني لاعب، يعني أكيد نعم بيزعلوا، نازلين متحمسين يبغوا يفوزوا، نعم فهذا شيء طبيعي في الإنسان يعني أنك أنت تحب الفوز يعني ما تحب الخسارة، خصوصا يعني أنه عندهم مدربة برضو كويسة، أنه هي طموحة الصراحة وبدأت تربح كان عندها دورات طبعا، والآن الحمد لله يعني ترشحت أخذت دورة نعم رسمية من الاتحاد السعودي مستوى أول، يعني هذا شيء طيب، والآن هي كمان عندها دورة الآن في الرياض للياقة البدنية، نتمنى نعم لها التوفيق يعني، نعم فهي طموحة وما تحب الخسارة، أكيد بينعكس على الفريق يعني طبعا هذا الشيء. طبعا أيوه أيوه فيني أيوه أسألك عن سبب إطلاق اسم الساموراي على الفريق؟ طبعا الساموراي هو اسم ياباني، نعم وهو يدل على طبعا القوة والانتصار يعني، والاسم هذا طبعا يعود لمحاربي الساموراي نعم يعني سابقا، وفي
ايضا يعني كمان انه هو يطلق على الناس اللي كانوا يقوموا بحماية الشعب والناس يعني. نعم. فهو يدل على القوة، يدل على الانتصار، فهو اسم ياباني. وتعرف انت الان نحن في العصر ده اغلب الاجيال متجهة لمتابعة المسلسلات الكورية واليابانية والاشياء، فالاسم بيشد الفئات من الصغار والكبار يعني. نعم. خصوصا اللي بتتكلم يعني من اعمار 15 وانت طالعة. نعم. الى العشرينات الى عرفتي. نعم. فالاسم يعني هذا يدل على القوة على الانتصار بالشكل ده يعني. نعم. في فريق تاني بمكة المكرمة نسائي لكرة القدم ولا انتوا الفريق الوحيد؟ نحن الفريق الوحيد الان، يعتبر كأول فريق. نعم. وهو الوحيد اللي هو يعني يلعب باسم فريق، مش يعني فريق يلعب بدون اسم او هو. فالان نحن الفريق الوحيد يعتبر في مكة كفريق اول. نعم. بيلعبوا بشكل منظم تحت إشراف مدربة، والآن برضو عندنا مساعدة مدربة الكوتش ريهام. نعم. برضو موجودة إدارية يعني الأستاذة عزيزة. نعم. يعني بشكل منظم الصراحة احنا عاملين الموضوع بشكل منظم. نعم. وبنحاول ان احنا برضو يعني ندعمهم براعي طبي يكون مشرف عليهم في المباريات. نعم. نعم. إصابات لا قدر الله بيروحوا للمركز وبيتعالجوا فيه. نعم. فهذه ما كانت موجودة سابقا في الفرق يعني النسائية، وكانوا يعانوا منها بصراحة. نعم. موضوع الإصابات والعلاج والراعي الطبي يعني. نعم. فنحن بنحاول ان احنا الصراحة نوفر لهم اشياء على اساس انه نسابق الزمن زي ما يقول طبعا، ويكونوا متأخرين طبعا. بالتأكيد. احنا متأخرين يعني 4-5 سنوات عن الفرق اللي بتلعب في جميع مناطق المملكة. نعم. وإن شاء الله بتتقدموا، وأكيد بهالروح الموجودة عندك وهالاهتمام الموجود عندك وعند كل المحيطين فيهم إن شاء الله بتسبقوا الريح مثل ما بيقولوا. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد. شكرا. شكرا لك لإتاحة الفرصة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ويعني هذه خطوة مهمة بصراحة، وإنه عرفنا عن فريق في مكة، وترى الفريق يتمرن يعني في خصوصية تامة. نعم. يعني في خصوصية تامة، في ملعب مقفل، في هذا يعني أمورهم الحمد لله وضعها كويس وما عندهم أي مشاكل أو تدخلات. بعضهم يقول لك ليش الفريق في مكة. نعم. وكرة القدم وهذا يعني تخلوا اللاعبات مثلا يخرجوا. لا، نحن بالعكس نحترم خصوصيات البعض، إنه ما يبغى يطلع طبعا مثلا لإعلام لهذا. كل إنسان حر في خصوصيته طبعا يعني طبعا. ونحن محترمين الخصوصية هذه وحاطينهم في ملعب يعني مغلق تماما تحت إشراف مدربة إدارية. نعم. فما في أي نوع من يعني التدخل يعني، إنه بعضهم تعرف يقول لك ليش. بالنهاية راحة اللاعبات وتوفير طبعا بيئة محيطة مريحة لهم بالنهاية بمصلحتهم، وهيدا الهدف إنه يكونوا مرتاحين. شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا.